السلام عليكم. تقطع الفيديو نكملوا في جزء اخر ان شاء الله. هو هذا كيما وصلنا فين عند تي تساوي تي ان دومي، يعني فيما كاين تي كنعوضها بالتي ان دومي، يعني كتولي بحال هكا ال ان تي باش تنعوضها بالتي ان دومي. ان تي ان دومي اي في حاجه ضروري دير هنا تي، شنو القانون شنو عطاتك تي، يعني هنا تي تعوضها بالتي ان دومي وهنا تعوض تي بالتي ان دومي، يعني هنا تي تعوضها بالتي ان دومي. ان زيرو فيما كاين تي تعوضها بالتي ان دومي ناقص لاندا تي ان دومي. نعلم ان ان تي ان دومي شحال كتساوي، ها هي ان تي ان دومي، ها شوف ها تي ان دومي شحال ان ديالها، يعني باش نلقى ان ديالها خصني نشد ديك ان زيرو نقسمها على جوج. ها هي ان زيرو على جوج، غنكتب هنا ان زيرو على جوج. مين هو مين هو ال ان هنا هاد ان تي ان دومي باش نعوضها بان زيرو على جوج. ها هي ان زيرو على جوج، ان زيرو على جوج هنا ان زيرو صافي تساوي ناقص لاندا تي ان دومي. يعني شوف شنو درت، ان تي ان دومي عوضتها بان زيرو على جوج، حاش ان تي ان دومي كتساوي ان زيرو على جوج. نكملو هنايا ال ان شنو غيوقع، هاد جوج غتولي تهبط هنا تولي مضروبه في ان زيرو، يعني تولي ان زيرو على جوج ان زيرو مزيان ناقص لاندا تي ان دومي. من بعد شنو يوقع، غتمشي ان زيرو مع ان زيرو فوالا، شنو غتبقى ال ان واحد على جوج تساوي ناقص لاندا تي ان دومي، يعني اختزلت بقات واحد. عندنا واحد القاعده في ال ان كتقول لك اودي ال ان واحد على ا راه هي ناقص ال ان د ا، الان واحد على ا راه هي ناقص الان د ا، يعني شات تولي هنايا ناقص الان جوج، حاش هي الان واحد ناقص الان جوج، الان واحد هي صفر ناقص الان جوج تساوي ناقص لاندا تي ان دو. تتمشي الناقص مع الناقص وكتبقى من هاد العلاقه كنخرج منها جوج تعابير، تخرج منها لاندا وتخرج منها تي ان دومي. لاندا هذه تجي تقسمه تولي الان جوج تي ان دومي، تي ان دومي هذه تجي قسمه هي الان جوج على لاندا، وبالتالي كنكون بين التعبير ديال لاندا وبين التعبير ديال تي ان دومي. يعني يا تلميذ ملي غايقول لك اعطيني ليكسبريسيون ديال لا كونستانت راديو اكتيف ولا لا كونستانت دي زانتيغراسيون واش فهمه ولا تي ان دومي، ها كيفاش كنبينها بقانون تناقص الاشعاع. يعني ملي كيقول لك اعطيني تعبير لاندا بداله الان جوج ولا تي ان دومي، ولا يقدر يقول لك دوني ليكسبريسيون ديال لاندا اون فونكسيون دو ال ان جوج تي ان دومي، ماشي تجي وتكتبها، خاصك تبدا من الاول من الاول وتوصل لهنا. ولكن الا قالك احسب لاندا تحط العلاقه ديريكت، الا قالك دوني ليكسبريسيون ديال تي ان دومي اون فونكسيون دو ال ان جوج لاندا ما تجيش وتكتبها، غتبدا من ان دو تي تساوي ان زيرو كذا 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 حتى توصل لهنا. الا قالك احسب تي ان دومي تجي ديريكت تحسبه صافي. يعني نعاودو دابا باش انا نديرو هنايا تعبير تي ان دومي كيفاش كنبينوه، ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي. ولكن قبل الخوت الا ما قلتيش واحد الجمله يحسبوك خاطئه حسب قانون تناقص الاشعاع، ضروري 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 نسيت قبيله، حسب قانون تناقص الاشعاعي يعني سولو لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف، صحاب البيوف سولو لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف وتكتب هذا. من بعد شنو كندير، هاد ان زيرو كتولي قسمه ان دو تي على ان زيرو تساوي اكسبونسيال ناقص لاندا تي. من بعد شنو كندير، كندخل ال ان ضروري تي، ندخل الالين غتجري على الالين تبقى تجري على الاكسبوت تبقى ناقص لاندا تي عند تي تساوي تي ان دومي، يعني فيما كاينه تي كنعوضو بالتي ان دومي، يعني فيما كاينه تي كنعوضوها بالتي ان دومي. ان زيرو ناقص لاندا تي ان دومي اون، يعني عندنا ان تي ان دومي كتساوي ان زيرو على جوج، يعني بلاص ان تي ان دومي غنعوضوها بان زيرو على جوج. ان زيرو ناقص لاندا تي ان دومي ال ان ان زيرو هادي تهبط هنا تولي ضرب جوج ان زيرو تساوي ناقص لاندا تي ان دومي، غتمشي ان زيرو مع ان زيرو تبقى ال ان واحد على جوج، ال ان واحد على جوج هي ناقص ال ان جوج ناقص لاندا تي ان دومي، غتمشي ناقص مع ناقص ونخرج منها تي ان دومي هي ال ان جوج على لاندا، يعني نفس التعبير. يعني هاد لا لوا دي كروسونس دا راديو اكتيف اللي هو قانون التناقص الاشعاعي شنو تنخرج منه، كنخرج منه هاد ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي، كنخرج منه لاندا
la constante de désintégration li hiya la constante radioactive tensmiha la constante radioactive ولا la constante ديال désintégration وكنخرج منها تي ان دومي يعني جوج لاندا هي ال ان جوج على تي ان دومي والتي ان دومي هو ال ان جوج على لاندا صافي صافي يعني ما كنخرج منه الينج يعني الا لاحظتوا معايا لاند تي ان دومي فاش مشاركين في البسط ان دائما كيكون هنا الالينج جوج دابا انا نعاود الا قال لك اعطي تعبير لاندا وتعبير تي ان دومي تتبينوا تتبدا من تقول سولو لا لو دي كرواسونس راديو اكتيف حسب قانون الترقص الاشعاعي تكتب اول حاجه الجمله وتكتب هذا القانون طن 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 تتوصل لهنا وتتوصل لهنا ولكن الا قال لك احسب لاندا كتحط تعبير ديريكت احسب تي ان دومي تحط تعبير ديريكت باش تحفظ التعبير الى نسيتي عليه تجبدوا من هنا الى نسيتي عليه وباش نحفظوه هو انه الان جوج تبقى ثابته غير هنا تيبقى يلعب بالعلاقات صافي الا قال لك يعني لاندا كتساوي الان جوج على تي ان دومي الا بغينا تي ان دومي هذه تجي هنا وهذه تجي هنا يعني الان جوج تبقى ثابته صافي فهمتوا هذه القضيه اجي ورقه اخرى وناقشوا علاقات اخرى دابا لا كونستانت دي طون ثابته الزمن لا كونستانت دي طون لا كونستانت دي طون تنسميها ثابته الزمن ثابته الزمن راه معروفه هي طو ثابته الزمن معروفه هي طو طو عندنا واحد العلاقه كتقول لك هي واحد على لاندا هذه خصها تكون بسكوند بسكوند يعني لاندا كتخرج بسكوند موانزا يعني لاندا خص تكون بسكوند موانزا صافي لاندا تكون بسكوند موانزا ولكن لاندا تقدر تكون بسكوند موانزا تقدر تكون بالجور موانزا على حسب التمرين شنو طالب منك الاوغ موانزا الا كان ما طالب الاو موانزا الا ما كان طالب منك والو ديرها له بسكوند موانزا يعني خصها تكون بسكوند موانزا الا ما كان طالب منك الجور دير له الجور الى اخره دابا طو قلنا بالسكوند يعني لاندا الا كانت بالجور موانزا غيخرج لك الطو بالجور وغتحولو للسكوند تا تخرجو يعني الا كانت لاندا بالجور بالجور موانزا خليها بالجور موانزا داكشي اللي يخرج اطلع الموانزا تولي جور يعني ما تبقاش جور موانزا تولي جور يعني الطو تولي الجور وتحول للسكوند دابا كيفاش تنحولو دابا عندنا العام شحال فيه 365 هما كيكون ذاكر لك واش 365 و 366 365 يعني شحال فيه 365 جور من الجور شحال فيه من ساعة 24 ساعة من حنا دابا وصلنا للسوايع من الساعة شحال فيه من دقيقة المينيت فيه 60 يعني لا الجور شحال الجور فيه 24 ساعة والساعة شحال فيها المينيت 60 دقيقة والمينيت شحال فيه سكوند 60 يعني من العام باش تحول للسكوند خصك أول حاجة العام أنت تفكر بأن العام فيه أيام يعني خصك تضربها في 365 ولا 66 على حسب التمرين وأنت تفكر بأن اليوم فيه سوايع ماشي فيه ثواني فيه سوايع يعني خصك تضربها في 24 ساعة حيت النهار فيه 24 ساعة تير خصك تكون عارفه دماغيا دمغيا الساعة شحال فيه من دقيقة شحال فيه من ثانية 3600 وشحال في دقيقة 60 حسين في 60 راهي 3600 صافي يعني انت الا كنتي هنايا الا كنتي انت قال لك 3 جور الا كنتي انت 3 جور يعني انت كنتي هنايا 3 جور يعني انت هنا يعني خصك تضرب في 24 وتضرب في 60 وتضرب في 60 باش تحول للسكوند الا كنتي انت 3 سوايع يعني انت راه هنا انت رجلك دايره هنا يعني خصك تضرب في 60 وتضرب في 60 ديما رسم هذه الخطاطه وشوف فين كاين فين حاط رجلك واش حاط رجلك في السوايع ولا حاط رجلك في النهار ولا في الساعه صافي ولا في العام طو هي واحد على لاندا اجي الا ما كانش عندي لاندا كيفاش غنحسب الطو لاندا شنو عندنا لاندا هي ال ان جوج على تي ان دومي يعني شنو غتولي نضرب في المقلوب عوضت لاندا بالال ان جوج على تي ان دومي غتولي تي ان دومي على الال ان جوج علاقه رقم جوج يعني ضربت في المقلوب لاندا هي الال ان جوج على تي ان دومي ضربت في المقلوب هي تي ان دومي على الال ان جوج صافي حش علاش اسمعني طو لاندا شنو عندنا حنايا هي الال ان جوج على تي ان دومي ياك لاندا هي الال ان جوج على تي ان دومي حنا الا بغينا طو حنا عارفين بان الطو هي واحد على لاندا يعني شنو خصني ندير خصني نقلب لاندا يعني ملي نقلبها تولي تي ان دومي على الال ان جوج صافي هذا ك تذكار لاندا دابا عرفنا الطو كيفاش نخرجوها دابا اجي لاندا شنو قلنا هي الال ان جوج على تي ان دومي علاقه رقم واحد هذه كنبرهنوا عليها ولكن ملي كيقول لك احسب ما تبرهنش ما
ملي كيقول لك احسب حط ديريكت العلاقه، ولكن الا قال لك اعطي تعبير لاندا تبرهن عليه صافي، ولا بين ان لاندا تساوي ولا اعطي تعبير لاندا تبرهن عليه. وباش بلا لوا دا لا لوا د كرواسونس راديو اكتيف، يعني تكتب حسب قانون التنقصي شي ضروري تكتب الجمله هي الاولى، ولكن الا قال لك احسب كتحط العلاقه ديريكت لاندا. عاوتاني لقينا هي غنخرجها من هنا، هانت لاندا اجيبها هنا وهذه تجيبها هنا، هي واحد على طون صافي، هي واحد على طون. هادو العلاقات اللي لقيناهم دابا ديال لاندا، ها هما عطر عليهم تي ان دومي. شنو لقينا؟ لقينا هي ال ان جوج على لاندا ياك، و تي ان دومي هاد ال ان جوج، ال ان جوج على لاندا. ها تشوف ال ان جوج فاش مضروبه، راه مضروبه في واحد واخا ما باينش، يعني واحد على لاندا ال ان جوج، خرجت واحد على لاندا حيت ال ان جوج في واحد، راه هي ال ان جوج على لاندا. واحد على لاندا شنو هي؟ راه هي طو، حيت واحد على لاندا هي طو، يعني تي ان دومي تساوي طو في ال ان جوج. احنا لقينا التعبير ديال تي ان دومي. دابا التعبير ديال طو، هذا لا كونستانت دي طو اللي هو ثابتة الزمن. طو هي واحد على لاندا، الا ما كانش عندنا لاندا هي ال ان جوج على تي ان دومي، يعني تي ان دومي على ال ان جوج المقلوب، واحد على ال ان جوج على تي ان دومي تنقلب هي تي ان دومي على ال ان جوج. هما جوج علاقات لقيناهم دابا ديال طو صافي. فهمتوا معايا دابا لا كونستانت دي طو؟ دابا اجي لا كونستانت دي طو، دابا كيفاش كنحدو طو؟ دابا تي ان دومي عرفنا كيفاش كنحدو، دابا كيفاش كنحدو كيفاش كنحدو حسابيا، وكيفاش كنحدو ميبيانيا. ميبيانيا هو اللي شرحته لكم قبيله، هو هذا تنشدو، ماشي يقول لك اعطيني تي ان دومي الميبيانيا وتمشي تحط النتيجه ديريكت، تكتب ان تي ان دومي تساوي ان 0 على 2 وتحط القيمه ديال ان 0 تقسمها على 2 ودير الاسقاط في محور الزمن تلقى تي ان دومي. عقلوا على هذه القضيه هذه، ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي الله يسهل عليكم وصيفطوها لي ونشرحها لكم. دابا حنا عارفين ان كاين قانون التناقص الاشعاعي، ها هو هنا ان 0 تيكون عندك واحد الماماس، هذاك الماماس شنو كدير؟ كتهبطو كدير الاسقاط بحال الار سي، كتهبطو كتلقى طو تخرج بالسكوند، يعني الا كان سكوند سكوند، كان ميلي سكوند تحول في 10 ناقص 3 ميكرو سكوند 10 ناقص 6 نانو سكوند 10 ناقص 9 المينيت ضرب في السين، الاوغ ضرب في 3600، الجور ضرب في 24 ضرب في 3600، العام 365 في 24 في السين في السين باش تحول السكوند صافي. ولكن الا ما كانش راسم لك الماماس، الا ما كانش راسم لك الماماس واش انت ترسمو؟ ما ترسموش، تقول اون دابخي لا لوا la loi décroissance radioactive، يعني بالعربية شنو نقوله؟ حسب قانون تناقص الإشعاعي، حسب قانون تناقص الإشعاعي، عندك تكتبوا القاف قانون ما تكونش معجازين، تناقص الإشعاعي N2T تساوي N0 exponential ناقص لاندا T ياك. دابا احنا شنو غادي ندير؟ ان دو تي هي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي، شنو غادي ندير؟ عند تي تساوي طو، عند تي تساوي طو، خصني هنا نجاوب عليها هنا، ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي، عند تي تساوي طو، يعني فيما كاينه تي غنعوضها بطو، ان طو تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا في طو. شنو هي لاندا؟ لاندا راه هي واحد على طو، احنا عارفين بان لاندا هي واحد على طو، نعوضها باش تبان لي طو تماك اكسبونسيال طو، هذه الا كانت واحد على طو غتولي طو على طو، حاش طو في واحد على طو هي طو على طو، طو على طو شحال تعطيك؟ تعطيك اكسبونسيال موانز ان، حاش طو على طو هي ناقص واحد، هي واحد مع الناقص هي ناقص واحد، فوالا ان طو تساوي هنا ان زيرو، ان زيرو اكسبونسيال موانز تلقى 0.37 في كالكيل. يعني باش تلقى طو شنو خصك دير؟ خصك ديك ان زيرو البدئيه، يعني في اللحظه زيرو هذه، انا ما كيكونش كاتب لك ان زيرو، كيكون كاتب لك واحد الرقم مثلا غيكون كاتب لك 4، عرف بان ديك 4 راه هي ان زيرو، هذيك القيمه ديال ان زيرو هنا غتضربها في 0.37 غيخرج لك واحد العدد، مثلا خرجت لك جوج وجوج كانت هنايا، هذيك الجوج غديروا الاسقاط في المنحنى ودير الاسقاط وتلقى طو، ان طو تساوي تعطيك واحد القيمه بالاسقاط، يعني الاسقاط هو لا بروجيكسيون بالفرنسي، بروجيكسيون سيغ تي بالاسقاط في تي، نجدو طو تساوي
شحال والسكون تتكون الا ما كان السكون تتحولوا صافي. هذا كيفاش كنلقاو الطون؟ يعني الا كان رسمك الماماس دابا الطون عارفين هي واحده لاندا لاندا هي الان جوج على تي اندومي تي اندومي على الان جوج، ولكن الا ما كانش عندك لاندا ما كانش عندك تي اندومي عطاك الميبيان قالك حدي الطون ميبيان مثلا. الا كان رسمك الماماس كتهبطو كتهبط وكتلقى طون، ما كانش رسمك الماماس كتكتب ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي، ياك تقول حسب قانون التناقص الاشعاعي تكتب الجمله حسب قانون التناقص الاشعاعي بالفرنسيه دابخي لا لوا دي كروسونس راديو اكتيف. كان فيما كاين تي نعوضها بطون، ان تي تساوي طون يعني طون هنا طون، لاندا هي واحد على طون، غتمشي طون على طون تولي اكسبونسيال موان زا، اكسبونسيال موان زا هي 0.37. شنو غادي دير انت؟ غتشدك 0.37 هادشي فحال شي ما كانش راسك الماماس، غتشدك 0.37 ضربها في ديك القيمه القصويه اللي هي في اللحظه زيرو، في اللحظه زيرو راه قصويه راه ماشي صفر، في اللحظه زيرو راه قصويه ان اللي هي ان زيرو، ديك القيمه ان زيرو ضربها في 0.37 غيخرج لك واحد العدد، داك العدد تتقلب عليه هنايا ودير له الاسقاط في هذا المحور هذا، دير له الاسقاط وتلقى الطو حاش ما يكونش راسك الماماس، والطو تتكون بالسكون، الا ما كان السكون تحول صافي. نتمنى تكونوا فهمتوا الطو ميبيانيان تي ان دومي ميبيانيان لا كونستانت دي طو فهمتوها، تعريف دابا ديال تي ان دومي هو عمر النصف، عمر النصف هو المده الزمنيه، هو المده الزمنيه ضروري التعريف تحفظوا التعريف تحفظوا التعريف ديال النشاط الاشعاعي هو تفتت تلقاء غير مرتقب الزمن تتحول نواه اصليه نواه نواه اصليه نواه متولده اكثر استقرارا مع انبعاد دقيقه تحدد النشاط الاشعاعي اللي هو ترانسفورماسيون ديال نوايو بير اون انستابل اون نوايو فيس ستابل افيك اكومباني دين ايشونتيون اكومباني دين ايميسيون تفهم ولا لا؟ نشاط اشعاعي لا لوا دي كروسونس راديو اكتيف اللي هي ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي، قانون التناقص الاشعاعي ان دو تي هو عدد النويدات المتبقيه يعني هو نومبر دو نوايو راديو اكتيف ريستون يعني في واحد اللحظه زمنيه واحد سكوند جوج سكوند المهم ماشي صفر، ان زيرو هو ان زيرو ما كتعنيش تساوي صفر، ان زيرو لو نومبر دو نوايو على انستون ايغال زيرو يعني عدد النويدات البدئيه، لاندا لا كونستانت راديو اكتيف ولا لا كونستانت ديزانتيغراسيون يعني ثابته النشاط الاشعاعي ولا ثابته الاشعاعيه، ان دو تي تساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لاندا تي كنخرجوا منها التعبير لاندا والتعبير تي ان دومي اللي هو لاندا ال ان جوج تي ان دومي تي ان دومي ال ان جوج على لاندا. هنا واحد على لاندا راه هي طو يعني نخرج واحد على لاندا هي طو مضروبه في ال ان جوج حاش ال ان جوج راه مضروبه في واحد، واحد على لاندا راه هي طو طو في ال ان جوج، لاندا هي واحد على طو حاش عندي طو هي واحد على لاندا، لاندا هي الان جوج على تي ان دومي نضرب في المقلوبة تولي تي ان دومي على الان جوج، تي ان دومي كنخرجها ميبيانيا كنكتب ان تي ان دومي تساوي ان زيرو على جوج يعني تنشد ديك ان زيرو نقسمها على جوج نقسمها على جوج وندير الاسقاط في المنحنى ندير الاسقاط في المنحنى ونلقى تي ان دومي يعني تنشد القيمة البدئية ان زيرو نقسمها على جوج وتلقى تلقى واحد القيمه هذيك ديك القيمه ماشي هي تي ان دومي، هنا ما كنكتبش تي ان دومي كتبتي تي ان دومي خطا، ان تي ان دومي راه ملي تيقول لك ميبيانيان راه كدير هاد العلاقه ماشي كتكتب تي ان دومي تساوي ان تي ان دومي تساوي ان زيرو على جوج وتتكتب بالاسقاط ان زيرو على جوج في محور الزمن بالاسقاط ان زيرو على جوج على محور الزمن نجد تي ان دومي تساوي صافي. تي ان دومي كيكون بالسكوند بالاور بالاوم بالجور يعني الوحده اللي كاينه عندك ديرها قالك حول شي وحده ديك الساعه حول شي وحده. عمر النصف هو المده، عمر النصف يعني هو واحد المده زمنيه ياك اللازمه لي بولور ما تفرقوا بين عمر النصف مع زمن نصف التفاعل، زمن نصف التفاعل هو طون دومي رياكسيون هذاك بالفرنسي، زمن نصف التفاعل اللي قريناه في الشيمي هو المده الزمنيه لي بولور نصف قائمه التقدم النهائيه يعني اكس تي ان دومي تساوي اكس ماكس على جوج بولور نصف قيمه التقدم الاقصى النهائيه، ولكن هذه لا هو المده الزمنيه اللازمه لي بولور ماشي نصف فوالا نصف ولكن النواه البدئيه نصف النواه حاش ما عندناش التقدم عندنا النواه ان ان هو النواه البدئيه يعني البدئيه هي ان زيرو يعني زعما ان ديك النواه البدئيه الا درتي النص ديالها وسقطتيها في الزمن غتلقى تي ان دومي يعني راه امن امن من التعريف امن من هاد كيفاش كنجبد تي ان دومي تقدر تعرف التعريف هو المده الزمنيه هو واحد لا ديغي سيتين ديغي بور
شنو بوخ هذيك يعني هنا ملي تنقول لك المده الزمنيه اللازمه لبولوغ النصف الاول بدئيه يعني هذيك ان زيرو جوج خاص هذيك ان زيرو تقسم على جوج وتعطيك واحد المده زمنيه لازمه يعني لازمه ديال زعما واحد المده زمنيه لازمه باش هذيك الناول بدئيه تكون النص ديالها كما قلنا هنا بالفرنسيه تي ان دومي سيتين دي غي او بو دو لاكيل لا مواتي هو النصف لا مواتي كتبوا معايا صحاب البيوف لا مواتي دي نيكليد نيكليد هو النوى راديو اكتيف يعني الاشعاعيه انيسيالمون يعني البدئيه انيسيالمون بريزون دون لي شانتيي سو سون دي زانتيكري. هذا هو التعريف ديال النصف عمر النصف عمر النصف واللي هو عمر النصف هاد غنسميه هنايا بالفرنسيه دومي في عمر النصف دومي في راديو اكتيف عمر النصف الاشعاعي راديو اكتيف دومي في هادي هما ما اتاشينش مفرقين سيباري دومي في طوب. عرفنا بان الطول 0.37 يعني الا حولنا النسبه المئويه هي 37% تتفتت يعني النواة تتفتت 37%. عرفنا كيفاش كنحدوا ميبيانيا كنديروا الا كان الماماس كنهبطوه ما كانش الماماس كنديروا فيما كاين تي تساوي طو على طو هي واحد وتنلقاو اكسبونسيال موان زائد 0.37 نضربوا في القيمه البدئيه ديال ان زيرو وكنديروا الاسقاط على هذيك القيمه اللي خرجت لينا وتلقاو طو صافي بحال الار سي والار اي صافي. هذا هو طون اللي خصكم تعرفوا ان لاندا تتكون بالسكوند موان زان لاندا تكون بالسكوند موان زان تي ان دومي على حساب التمرين ما كانش عاطيك الوحده اختار هذيك الوحده اللي عطيناها هما كان الاون خذ الاون كان الاور خذ الاور كان السكوند خذ السكوند ولكن قال لك حول لاندا تي ان دومي طو تتكون بالسكوند حيت طو هي واحد على لاندا هاد لاندا سكوند موان زان راه لاندا في الموجات تتكون بالمتر هذاك راه طول الموجه فرقوا بين هذه وهذه هذيك ديال الفيزيك هذيك ديال الفيزيك الموجات لي زوند وهذا ديال النواوي هذه راه ماشي طول الموجه هذه راه ثابته النشاط الاشعاعي ثابته اشعاعي لا كونستانت راديو اكتيف لا كونستانت دي زانتيغراسيون سكوند موان زي يعني هذه تكون سكوند ملي طلعت ولي سكوند صافي والوحدات راه عطيتكم كيفاش تحولوا نتمنى تكونوا فهمتوا ونتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله ديال النشاط عينه وكيفاش نحسبوها ونبينوا شي تعابير باش نكملوا الجزء الاول ديال النواوي وقلنا الجزء الثاني اللي هو ساهل بزاف.